أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على جذب العديد من الاستثمارات الكورية الجنوبية. خلال لقائه وفد جمعية التنمية المصرية الكورية الجنوبية، قال جمال الدين إن هذا التعاون يمهد لمزيد من الشراكة في القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة، التي ستسمح للاستثمارات الكورية الجنوبية بالوصول إلى السوق المحلية وأيضا الأسواق الأفريقية. أكدت وزيرة التعاون الدولي أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم مقرها القاهرة يعد تجسيدا للعمل العربي المشترك، يعزز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار ما بين الدول العربية. يأتي ذلك على خلفية استضافة مصر لاجتماعات المؤسسات المالية العربية والدورة 59 لاجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر عددا جديدا من سلسلة توجهات عالمية يناقش العدد الجديد موضوع أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي. يذكر أن نسبة المواطنين المشمولين ماليا وهم 16 سنة فأكثر في مصر ارتفعت إلى 70.7% وذلك في نهاية 2023 مقارنة ب 64.8% في نهاية 2022. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر. ارتفعت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.93% مسجلة 82.36 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضا العقود الأجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.1% مسجلة 78 دولار للبرميل. في المقابل أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.84% لتصل إلى $2.54 للتر، فيما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.19% مسجلة $2.55 وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية بدء مفاوضات ما بين كييف وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد. وأضافت المالية الأوكرانية في بيان لها أن الهدف من المهمة هو مناقشة تطبيق أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.